ناخذ اكزامبل الثاني. الاكزامبل الثاني عمارة هاي فيها 1500 فيو فيها 1500 وعندي نفس الشيء احنا مفترضين هون انه انكمينج ترافيك بيساوي 100%، فكل الترافيك هون انكمينج وسنجل انترنس، عشان هيك صار للسيرفي سهل علينا. اجينا فحصنا، طبعا اذا عماره مش موجوده ما بتقدر تعمل هيك. احنا هون بنحكي في عماره موجوده. العماره هاي هلا اجينا عملنا لها سيرفي، سالنا اصحاب العماره، قالوا هاي العماره طبيعتها معظم الناس بوصلوا بين 7.5 والثمانية لعشرة، لانه في عندنا نظام مثلا هذا لازم يعمل تشيك ان او يختم او شيء زي هيك. فلو اجينا طلعنا هون راح نبدا من 7 35 36 37، خلينا نحط الارقام هون، هاي عند 12 35 45 60 30 18 15 9 3 6 7 4 2 1. واضح الفيك تقريبا انهدي هون. واخر اشي كانت هاي 57 دقيقة. نفس الاشي شو بنجيب؟ بنجيب الموفينج ويندو. الموفينج ويندو تبع قديش عرضه الموفينج ويندو راح يكون؟ خمس دقائق. راح نشتغل احنا على الخمس دقائق كمان. ما بدنا نتكلف اشي اضافي، ما بدنا نتفلسف، بدنا نصمم على التصميم المطلوب. نفس الشيء بناخذ 1 2 3 4 5، راح اخذ هي هيك 60. انا اظن احنا بالنظر بالكامل هون 1 2 3 4 5، هاي فوق 15 وتحته 15، اجمعوا لنا هدول 30 و45 75 و60 155 و18 165 103 180 ولا 70 183. تمام. اذا لما نيجي هون هلا على هاي 180 83، هذه P5 minutes. اذا بيطلع عندي الارايفل ريت برسنتج بيساوي 180 83 على 1500، شو بتطلع معنا؟ 12.2 بالعشرة بالمئة. رح تلاقوا للمكاتب، معظم المكاتب الحديثة بتعتمد هل بداية الدوام فيكست ولا في عندنا إشي اسمه فليكسي تايم. إيش يعني فليكسي تايم؟ يعني بيجي صاحب العمل بقول للموظفين بدي منك تداوم 8 ساعات باليوم، بس أنا فليكسيبل، ما دامك بتكون بمكتبك قبل العشرة ما عنديش مشكلة، وما تغادرش قبل الثلاثة. كم ساعة صاروا بين العشرة والثلاثة؟ 5 ساعات. هلا هو في النهاية بده يعمل 7 ساعات، كيف بحركهم؟ كيف بعملهم؟ هذه شغلته. هلا إذا كان الفلكسي تايم، راح تلاحظوا عادة الفلكسيبل تايم، فلكسيبل ستارتنج أورز، فلكسيبل ستارتنج وفينيشنج، بس في كور أورز لازم يكون موجود فيها، بين العشرة للثلاثة لازم يكون موجود فيها، يمكن يكون في المكاتب تكون 12% توقع. الفيكست تايم يعني بيبدا على 8 8، ولو بده يشتغل 8 ساعات امتى بخلص؟ على 4. فيكست ستارتنج اند فينيشينج تايمز، بهاي الحدود. فاحنا بنشتغل تقريبا عاده بهاي الحدود من هون. فحتى لو عندي عماره مش مبنيه وانا ما بعرف ايش راح يصير فيها، بقدر اتوقع هاي طبيعه العماره كيف راح تكون تشتغل، وبقدر اتوقع اشتغل على هذا الرقم ولا اشتغل على هذا الرقم، واشتغل رقم من بتوين 15% 17%. عاده عندنا في الاردن كثير من الشركات لا زالت بتحتفظ بنظام الفيكس ستارتنج اورز، مثلا لو بنك، كثير من البنوك، مثلا كثير من الشركات الحكوميه في وقت محدد للبدايه، فبكون الرقم اقرب للرقم هذا اللي هو 17%. طبعا كل ما ارتفع راح يزيد العبء على النظام.